نشوفكم شباب شخباركم، ان شاء الله تكون بألف خير وعافية. صحة وسلامة. طبعا شباب اليوم راح نلعب لعبة ماينكرافت. قبل ان نبدا المقطع لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. طبعا شباب ماينكرافت ولكن هجوم العمالقة، شغلات هجوم العمالقة، الغابة يعني راح اسوي الحلقات من الحلقة الاولى للحلقة الاخيرة، بس اكو حلقات ما اقدر اسويهن فاتركهن، اعرف احداث منهن ما اسويهن. ويلا شباب خلينا نبدا باول حلقة، يلا ليتس جو. منذ قديم الزمان وتحديدا قبل 100 عام ظهرت مخلوقات من العدم تأكل البشر بلا هدف. تناقصت أعداد البشر بصورة مفجعة، مما جعل البشرية على شفير الانقراض. أطلق عليها اسم العمالقة، كائنات تشبه البشر شكلا لكنهم أضخم وأكبر منهم حجما. كانت قوتهم خارقة ولا يموتون بسهولة، ولم تستطع البشرية أن تواجههم إلى أن اتحد البشر في يوم من الأيام وقاموا ببناء 3 أسوار تحميهم من العمالقة. ماريا، روز، شينا، أسوار كانت الأمل الأخير للبشرية. ولكن أهلاً، أنا شخص اسمه وعايش بهذا المنزل وهذا السور المسدود بسبب العمالقة، بس لازم أنزل أروح أكل وأسلم على والدي. هسه أنزل. أهلاً أمي، أهلاً أبي. أهلاً أهلاً ولدي، تعالوا خذ هذا الطعام. لا أنا لست جائعاً، لا أريد هذا الطعام. ما هو؟ سأراه. إنه الدجاج. لا 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 أريده. هيا يجب علي أن أخرج مع أصدقائي. هيا ناخذ. إن أرمي ينتظرني هنا. هيا هيا، مرحبا يا أرمي. بشأني هذا السور، يبدو أنه سينهار بيوم من الأيام بسبب العمالقة. أجل، يبدو أنه سينهار. ما هذا الصوت؟ يجب علي أن أذهب وأتحقق ما هذا. هيا هيا، ما هذا التدمير؟ أن البيوت كلها مدمرة. أن الصوت يأتي من هنا. ما هذا؟ أنه العملاق المدمر سيفتح البوابة دخول كل العمالقة. هيا لا أذهب وأجد أن بيت قريب من هنا. يبدو أن العمالقة قد دمرت. هيا لا أذهب. هيا هيا بسرعة، أنه عملاق. ما هذا إلا بيتي مدمر أيضا. لا لا، ما هذا الذي يسحبني؟ لا، أي المقاتل لما سحبتني إلى هنا ولم تجعلني أنقذ والداي. لا، تبا لك. أنا آسف لأني فعلت هذا، ولكن كان هناك عملاق وراءك أراد أن يقتلك وأنقذتك. هيا أصعد في السفينة. عندما أكبر سأنتقم وأبيد العمالقة عن بكاء أبيهم. الآن صعد الجميع. يبدو أن السفينة بدأت تتحرك. لا أرمي، هيا أجل سنصل إلى سور روز. إن السفينة قد توقفت. هيا يجب أن أنزل من السفينة، لكن هذا ليس سور روز. قالوا لنا أنهم سيقضون إلى سور روز. هذا ليس سور روز، هذا سور شينا. يجب أن أجد شخصا هنا وأسأله. هيا هيا هيا، هذا شخص سأسأله. مرحبا. أهلا أهلا. أيها الرجل، هذا هل هذا سور شينا أم روز؟ هذا سور شينا، أن سور روز قد دمر عملاق المدارع. الآن مرت 5 سنوات على تدمير سور على سور ماريا، ويجب علي أن أذهب وأنضم.
مش هاخد معي ميكاسا وآمن يجمع علي أن أنتقم من هؤلاء الأحمرقاء بإذنهم عن بكرة أبيهم. هيا سأخرج. هيا أفتح الباب يا ميكاسا وآمن. ميكاسا وآمن لديهم عمل يقولون في وقت لاحق سيذهبون إلى الزعيم وسينضمون. سأذهب وحدي. هيا 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 سأذهب. وأخيرا وصلت. لن يجعلوني أصعد إلا أن اختبأت. مرحبا أيها الزعيم. أهلا أهلا أيها الصبي، كيف صعدت إلى هنا؟ لم أجدك تحت وصعدت إلى هنا أيها الزعيم. هل يمكنني أن أنضم إلى فريق الاستطلاع؟ يبدو عليك شخصا قوي، ولكن ستخوض اختبارات حتى تنضم.